شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير دولة الكويت لدى اليمن ويقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة. شاهد خبر عاجل وهام. وزارة الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية سفير